شيخ صالح، لعله من المناسب أن نسأل عن ولي الأمر راعي البيت إذا ما أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، هل يلتزمون أيضا بهذا الحكم أم كيف توجهون الناس؟ الصحيح أن الذي يريد أن يضحي أن يقوم بالأضحية من ماله ويذبح الأضحية من ماله هو الذي يمتنع عن أخذ شعوره وأظهاره في عشر ذي الحجة، أما من يضحى عنه فلم يثبت أنه ممنوع من ذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. هذا في حق من يريد أن يدفع الأضحية من ماله ويذبحها عنه وعن غيره هو الذي أو يذبحها عنه فقط، فإنه لا يأخذ من شعوره ولا من أظفاره. وأما من يريد أن يضحي عن غيره الذي يريد أن يذبح وصية لغيره أو يضحي لوالديه ولا يدخل نفسه معه فهذا أيضا لا يمتنع من أخذ شيئا من شعوره ولا من أظفاره. إنما المقصود الذي يريد أن يضحي عن نفسه منفردا أو عن نفسه مع غيره، هذا هو الذي يمتنع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.